السلام عليكم. إعلان أممي عن معتقلات سرية تجتاح العالم بدعوى مكافحة الإرهاب. خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يحذرون من انتشار الظاهرة ويعتبرونها جريمة ضد الإنسانية. 66 دولة متورطة بحسب التقرير، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر السجون عددا في العراق وأفغانستان. فضيحة إنسانية بدأتها واشنطن، ويبدو أنها ورطت دولا أخرى معها لإبعاد الشبهات. تعميم في التقرير للتمويه على المراكز السوداء الأمريكية، والCIA تدير معظم السجون. إذن معتقلات سرية تجتاح العالم، موضوع هذه الحلقة من تحت الضوء. كشف فريق من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تزايد كبير في عدد المعتقلات السرية بمختلف أنحاء العالم بدعوى الحرب على الإرهاب، ووصف أعضاء بالفريق الظاهرة بأنها تعد من الجرائم ضد الإنسانية. وجاء في دراسة أعدها هذا الفريق واستغرقت ما يقرب من عام كامل أن الاعتقال السري يعتبر مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال مرحلة الطوارئ والنزاعات المسلحة، كما أنه يخالف القانون الإنساني الدولي خلال أي نوع من الصراعات المسلحة. مركز أنباء الأمم المتحدة ذكر أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه الدراسة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس آذار المقبل، مشيرا إلى أن الخبراء طرحوا عدة خطوات ترمي إلى الحد من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان. اللافت في هذه الدراسة أنها جاءت بعد تزايد الحديث عن المعتقلات السرية التي تديرها المخابرات الأمريكية في أكثر من دولة في العالم، وكأنها تعمدت الحديث عن امتلاك دول أخرى لسجون مماثلة، إلا أنها لم تتمكن من الفصل بين وجود هذه السجون وسياسة الحرب على الإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة وتفرضها على الدول الحليفة لها. والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة هم المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب مارتن شينن، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب مانفريد نواك، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري. مشاهدينا، عن هذا الموضوع أرحب بنا المنامة بالناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم المناع، ومن لندن رئيس جمعية المحامين العرب صباح المختار، ومن باريس عضو المحكمة الجنائية الدولية الدكتور الهادي شلوف. أرحب بضيوفي. أبدأ معك دكتور مناع. ملف السجون السرية قديم، ومع ذلك هناك صمت عربي ودولي إزاء هذه السجون وملف هذا، يعني وهذا الملف، يعني برأيك لماذا هذا الصمت؟ عندما بدأت من بعد أحداث 11 من سبتمبر انطلقت بمجموعة اختراقات للقانون الدولي بشكل عام، استفادت منها الإدارة الأمريكية من الضربة لكي تمرر أشياء من الصعب تمريرها في الأحوال الطبيعية. من هذه الأشياء كان الباتريوت أكت، قضايا داخلية، التعذيب بدون اي توقيت قضائي مع الاعتماد على الادله السريه، القوائم السوداء زادت بشكل كبير حوالي 15 ضعفا، وجاءت مساله التعليمات العسكريه لتحد منها الاتفاقيات جنيف بعد شهر من احداث سبتمبر، ثم اخيرا بدات مساله الرحلات والسجون السريه، وانفتحت وانتنموا بعد 4 أشهر من أحداث سبتمبر. إذا ما الذي حدث؟ اللي حدث هو بناء منظومة جديدة للإجراءات الاستثنائية وعولمة حالة الطوارئ. ما كان يجري على صعيد بلد واحد مثلا في تشيلي أو في الأرجنتين أصبح يجري على الصعيد العالمي. نعم. بتعزيز الإجراء الاستثنائي وضرب دولة القانون
بقرار امريكي معولم. هذه العولمة تمت عبر اولا منح صلاحيات الحرب من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ للرئيس الامريكي، وترخيص مجلس الامن خارجيا ودوليا للولايات المتحدة لتدخل في افغانستان من هنا. وطبعا دائما حلف الناتو يأتي حتى ما تدخل الولايات المتحدة لوحدها، كان يصير في ما يسمى بالحلفاء، فتدخل مجموعة من الدول بحرب حقيقية، حرب عسكرية، تدخل عسكري مباشر باسم الحرب على الإرهاب. طيب طبعا دكتور المناع، سأعود لنتحدث بنقاط أخرى حول هذا الموضوع، ولكن دعنا نستمع إلى وجهة نظر الدكتور الهادي شلوف. يعني دكتور الهادي، خبراء قانون أو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعني الذين أصدروا هذا التقرير، اعتبروا السجون السرية هي يعني جرائم حرب ضد الإنسانية. ألا يجب هنا أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية لوضع يدها على ملف السجون السرية؟ بكل تأكيد بالنسبة للسجون ما تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا التفسير أيضا هو تفسير في حد ذاته يحتاج إلى نقاش واسع لتحديد ما هي جرائم الحرب أساسا. فإذا ما أخذنا بجرائم الحرب، فالحرب واضحة تحدد في القانون الدولي ومحددة. أما بالنسبة للسجون فهي تبقى مسألة سواء كانت على النطاق العالمي أو سواء كانت على النطاق الداخلي، هي مسؤولية الدولة التي تمارس هذا العمل المخالف للقواعد القانونية. سواء كان ولكن دكتور الهادي، متى تتحرك المحكمة الدولية إزاء ما يجري للمعتقلين داخل السجون؟ نتمنى أن تضيف المحكمة الجنائية الدولية، لأن نظام روما لا يسمح بمتابعة كل القضايا إلا القضايا المحددة قانونا في النطاق، ولكن من الممكن أن يحصل تغيير، وهو ما بصدد أيضا إضافة بعض الجرائم الأخرى مستقبلا، وهو يحتاج أيضا إلى اجتماع المجتمع الدولي لإضافة بعض الجرائم الأخرى، من بينها ربما أن تكون هناك جرائم الاعتقال التعسفي أو قوانين التي تخطر أيضا الحرية، لربما أن تدخل هذه في النطاق. ولكن في الوقت الحالي ليس من اختصاص المحكمة، ولا يمكن قبول المحكمة بمثل هذه القضايا. دكتور المناع، كلجنة عربية لحقوق الإنسان، ما الذي قمتم به لكشف حقيقة هذه السجون السرية؟ أولا نحن تحركنا في إطار تجمع دولي ولم نتحرك لوحدنا. نعم. وهذا التجمع الدولي قام أولا بملاحقة ومتابعة الرحلات السرية لمعرفة الأماكن، وتمكننا عدة منظمات لحقوق الإنسان من تحديد 8 أماكن بعد 2.5 من بداية الرحلات، لأنه كان في سرية كبيرة ومن الصعب التعرف على هذه الأمور، وساعدنا كثيرا فرع الاي سي جي لجنة الحقوق الدوليين في السويد، الذين تمكنوا من رصد عدة رحلات سرية، كذلك أصدقاء لنا في إسبانيا والبرتغال. إذا تمت أولا رصد عملية الرحلات السرية التي كانت تتم وتودي بسجناء إلى أماكن محددة، ثم توجهنا، أنا شاركت في 3 رحلات بعثات من أجل التحقق، واحدة منها في رومانيا وواحدة في إسبانيا وواحدة في البرتغال، وفي زملاء لنا شاركوا في رحلة في بولونيا وفي رحلات في بلدين عربيين هما مصر والأردن، وتم التأكد عبر شهادات لمعتقلين سابقين أو معتقلين خرجوا من غوانتنامو، تم التأكد من وجود معتقلات سرية في رومانيا وفي بولونيا وفي الأردن بأدلة ثابتة تقريبا وبعدة شهادات، ليست شهادة واحدة تتقاطع في نفس الوصف. بعدها أثيرت ضجة كبيرة حول السجون السرية، وطلبنا من المقرر الخاص للتعديل التدخل، لأنه لا يوجد سجن سري إلا من أجل إجراءات ممنوعة. فالإجراءات الممنوعة أهمها هي التحقيقات السرية وممارسة ما سمته الولايات المتحدة وسائل الضغط 24. طيب دكتور المناع، طبعا سأعود إلى هذه النقطة بالتحديد، ولكن اسمح لي أن انضم إلينا الآن.